ما موقع المغرب من التغيرات التي يشهدها النظام الدولي؟ أولا المغرب باش كتشوف بأنه الآن كاين مجموعة من الدول الكبرى تتجه نحو المغرب، كاين طلب كبير على المغرب. المغرب تساعد الجغرافيا أولا، يساعد الاستقرار الذي بني طيلة هاد العقود، يساعد هاد الصعود كقوة، لما نقول قوة إقليمية صعدت في المنطقة وأصبح لها دور في رسم المعالم ديال المنطقة. إذن هنا المغرب كيلعب أدوار لا على المستوى المشاركة، مثلا غير مثال المشاركة مع الأمم المتحدة، الآن يترأس مجلس حقوق الإنسان، الدور داخل القارة، داخل مجالس الاتحاد الإفريقي، داخل جامعة الدول العربية، الدور ديال المغرب مثلا في بعض الأزمات، مثلا كيفاش أنه يساهم في محاولة إيجاد حلول لبعض الأزمات ما يجري الآن في قطاع غزة، وأيضا حتى المبادرات المغربية في محاولة أن يقف بين الأطراف المتصارعة أوكرانيا وروسيا. ثم المغرب في التعامل دياله ثنائي، التعامل مع الأوروبيين، التعامل مع الأفارقة، التعامل مع العالم العربي، التعامل مع روسيا، التعامل مع الصين. هذا كيبين بأنه عندنا تجربة اللي قادرة أنها تلتقط التطورات اللي كاينة في النظام الدولي وتتموضع بشكل صحيح. لماذا؟ لأن الدول الآن اللي ما قادرش تموضع بشكل صحيح غادي يكون عندها مشاكل. المغرب يتموضع بشكل جيد أمام هذا التحول اللي كاين في النظام الدولي. ما هي دلالات التعزية المغربية في وفاة الرئيس الإيراني؟ التعزية المغربية لإيران، أولا تعزية إلى الشعب الإيراني. المغرب دائما أنه كيحافظ على العلاقات مع الشعوب، لأنه يعرف بأن النظام الإيراني الآن، النظام الإيراني كيعيش أزمة، والدليل على ذلك الصراعات الداخلية. وأكثر من هذا، لماذا الشعب الإيراني؟ لأن المغرب سبق أن كانت له علاقات مع الإيرانيين قبل ملي منذ صعود الخميني بدأت التوترات. معنى هذا كاين إيرانيين اللي ما نساوش بأن إيران هذا عنده واحد تاريخ، وهنا المغرب كيحافظ على العلاقة مع الشعوب. والأنظمة، النظام الإيراني معروف الآن بأنه وصل إلى المسار المسدود. ما تأثير ذلك في ظل كون الجزائر الحليف الأول لإيران في شمال إفريقيا؟ حلفاء إيران والجزائر حلفاء في واحد المنطقة محور، ولكن ما نقولوش حلفاء، نقولوا بأن أحد البوابات اللي ولات عند إيران في منطقة شمال إفريقيا هي الجزائر. هذا هو، ما نقولوش حلفاء بهذا المفهوم، معنى بوابة. وهذا المرشد براسه قال بأن وصلنا إلى غرب المتوسط، وأيضا كان تصريحات أخرى اللي كتقول، لما قال قائد الحرس الثوري يمكن لنا نغلقوا المضيق ديال جبل طارق. ما معنى هذا؟ معناه أنه أحد البوابات، كاين اليمن، كاين سوريا، كاين العراق، كاين لبنان، أضيفت إليها الجزائر.